in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. ازيكم شباب؟ عاملين معكم بولي جيمز. النهارده شباب هنلعب لعبه جي تي اي فاي سيتي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتشوفوا الفيديو حب عشان تستمتعوا. ويلا بينا نبدا. تعالوا يا شباب، يعني انا قلت كده كنت قاعد في امان الله بفتح البي سي، قلت ليه يا شباب ما نسترجعش ذكريات ايام زمان. يعني دلوقتي شباب اقدر احمل جي تي فاي سيتي وكل حاجه، فليه ما احملهاش؟ قلت طبعا شباب احملها استرجع الذكريات بتاعت ايام زمان وكده. و يعني مش هجرى حاجه، قعدت جربتها وكده. ويلا بينا. طبعا انا حملتها يعني اهو زي ما انتم شايفين، وقاعد وقلت اسجل لكم عنها بقى وكده. فيلا بينا نبدا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شباب انا نزلت فيديو قبل كده عن جي تي اسمها ايه، سان اندريس بمود الحياه المصريه. طبعا فدلوقتي بقى بنزل فاي سيتي. فيلا بينا يا معلم، يلا بينا بقى بنجيب الحكومه ازاي. تعرفوش يا شباب ان محترف تفحيط؟ يا عم الراديو البيض ده فيلو جنيه. انا مش بفهم حاجة غير على البلاي ستيشن. ده منزل جي تي اي في قبل كده على البلاي ستيشن، كنت عارف العبها. لا هنا البي سي مش بفهم اي حاجة في جي تي اي. المكان ده زين كده. الله بقى انت شكلكم كده شايفين نفسكم جاي منا. الله 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 الله. خد يا ابو، خد يا استنت، خد 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 اديله. فدخلت. لا اله الا الله، لا يا باشا احنا مؤمنين. انت بقى كنت بتعمل ايه؟ ها انت وصاحبك ده، انتوا انتوا الاتنين انا موتكوا والله. الله 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 الله. ده انت بتضرب بقى. طب خد 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 خد. اتنين على واحد من الشوكولا بس. يلا بديكوا برضو. تعالى يا حبيبي، انتوا ما بتموتوش. يا شباب اللي بحطهم ما بيموتوش. طيب تبقى انتوا الناس ما بتموتوش خطر. احنا مالنا بقى؟ احنا نتصرف معاكم بالعرب. يا باشا انت مال، استغفر الله العظيم بقى، ابعدوا عني بقى كده انتوا الاتنين، انتوا عيال احسن برده كده ومش رجاله. شايف السؤولية اللي ماشية في حالها دي؟ دي تقل منكم انتوا. ايوه لو سمحت كابتن عربية. هو كابتن عربية اخطف الولية دي، ده ولية بتضربني. يا نهار اسوح، راحت هبتك يا معرفش ايه اللي يعرف شباب اسمه ايه الراجل ده يقول لي. انا بقى كنت عارف لما كنت صغير، انما دلوقتي نسيت خالص. ايام زمان بقى شباب بيسيبوا كرتونه. والله شباب بيبقى شكله حلو والله، احسن زي الار جي بي برضو. كان ده شباب كيسة ار جي بي ولا كيسة من كرتونة؟ على نفسي عندي كيسة ار جي بي، بس الصراحة وحشاني كيسة من كرتونة دي. مش عارف والله راحت فين، اختفت فين معرفش، بس يلا راحت لحالها. اوكي تعالى شباب احنا مش هنقعد كده اكيد، احنا عايزين نروح للحكومه ولا حاجه. افتح لي الخريطه، ما نعرفش نخلي اللعبه واقعيه اكتر من كده. دي هي اقصى ريزولوشن. اقعد بقول لي اللعبه كانت عايزه تشتغل ليه؟ الريزولوشن بتاعها قليل بشكل غير. انا اللي حاسس ان اللعبه فيها تهنيج. لا والله راح ارمي الكمبيوتر في الزباله. ازاي في تهنيج؟ انا ما فيش في المنيو فيه ده. بلاي ستيشن 1 بيشغل احسن من كده، معرفش يمكن عشان البي سي حلو واللعبه بالبيسيات القديمه. بيقول لي انت الكورت ديو ونص جيجا رام تشغل لك اللعبه دي. الكمبيوترات الحديثه معموله ان شاء الله. جي تي اي في يا شباب فكر احملها،
بس مشكلة في النت عشان هروح نرمي الراوتر في الزبالة. وانا مشكلة كان ب15 جنيه يا باشا، 15 دولار ولا معرفش يورو حاجة كده، يعني تتحسب بالجنيه تعمل لها 2000 جنيه ولا حاجة. لو راح اشتري لي يا باشا الكمبيوتر من ابو كرتون احسن، انا خايف احملها مكركة اللي هي ما بتفتحش، النت كله ضاع وحياتي ضاعت. ما علينا، صحت يا معلم. يلا بينا بقى ننزل نبدأ في الخطر. زلي خدينا، تعمل ايه كده يا ولية؟ الله 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 الله، تتزمري لنا؟ ما تعرفش انها مسجل خطر ولا ايه؟ ايوه اجرى بيت رابطته، مش هحلك برضو. الراجل ما عندوش شرف. والله مش هسميه مايكل وخلاص عشان هو شبه مايكل. مايكل دوت ما عادش شرف في اللعبه خالص. خدي خدي، موتها. ما بتنزلش فلوس، يلا موت انت، انت شكلك كده راجل جدع بقى. انا فاش اوبح، ده طلع جامد قوي يابا، ده احنا مش هنقدر عليه شكلنا بقى. بص عندي حركه الدوامه، تتضرب تقعد تديله بالبوكسات كده. اه مات؟ لا اديله بسرعة. اه تاني، الحمد لله دوت كان معاه فلوس شوية حلوة. وتلتي ده مات كده، مات خلاص. حكومة، تعالى حكومة، يلا تمام. جبت نجمة حلو، عايز اموته بس عايز الحق اموته. هينزلي اسلحة بس هو المشكلة ان دمي 11 فتفهم كده. شباب رحت في 60 ده، وانا في السجن. ما عليه، مسجون يا عيني، مجنون يا عيني، مجنون وانا في السجن. الظلم ما تسألوش البيت ده. بص يا باشا، انت راجل محترم، احنا ايه هخليك ما تبقاش محترم خالص بس كده. اوكي احنا هنموتك شويه، ندخلك العمليات عشان ما تديناش فلوس بعد كده. يلا انتي ست محترمه، انا موتت عادي جدا، عادي شفت عادي جدا تلاقي ست ماشيه في الشارع موتها عادي، طبيعي يعني بتحصل كل يوم. عادي جدا تلاقي راجل لابس بنفسجي في الشارع تموت عادي، حاجه بتحصل كل يوم يعني. لا لو ما موتوش كده تبقى انت غريب جدا، كل الناس بيموتوا. تمام، عادي جدا تعيش الا كام شف شاب توت وكس. لا عايز، لو عايز يضربك علمه الادب بس كده، ولا معهوش فلوس احرق جثته، ولو جالك الاسعاف موته. مين الاسعاف دول يعني؟ يا باش متعرفش تعملي كده، بس هخليك جنبه. اسعاف مريحة، انت ما معكش فلوس ليه؟ طب انا ماليش كبير يلا. ها ده توأمك ده رسخه كده اهوت، مقلش معوش فلوس. بص الله 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 الله، ده انت هتدفع حياتك بقى بتمن الضربة دي، كده انت معاك فلوس بس كده مش عارف. بس ايه الشرطي ده؟ الشرطي انت هتاخد عليا ولا ايه؟ انت هتاخد عليا؟ تعال 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 حبيبي تعال، ده اخرت اللي مش هيسمع. اوبا ده معاه فلوس سلاح، اوبا ده معاه سلاحة وجامد ده. انتي وليا بقى محترمة، معاكي فلوس؟ معاكيش يا بنتي، انت شرطي محترم، احنا ناس مش محترمة بس. شكرا والله يا باشا، ربنا يخليك، احتنا من مصيبة والله. الراجل مسك الشرطي دعكو ده الواحدة بالعربية بوم بوم على طول. خلينا صوت عربيتكم اللي بتنونة ودايت بعيد. يا نهار اسوح، اركب يا اسطى، دول مش دول بيضربوا نار، بيضربوا نار علينا، بيضربوا نار. عارف يعني بيضربوا نار؟ يعني احنا رحنا في 60 داهية. فحط يا اسطى فحط، مش وقت تفحيدك الاهبل ده. اجري اجري،
رأى مجدي يجري، قلت هتتكل ضرب يا مجدي، يا نهار اسود يا مجدي، طلعونا برا اللعبة يا مجدي، يا مجدي الحقنا يا مجدي والله بتطلعوني برا اللعبة. يلا يلا دخلني تاني. اوكي كنا نشيل موتوسيكلية كده بس كانت على خير. انا خبطت ولا انا اللي اتخبطت؟ بس في رامب يا اسطى، لمحت رامب، لمحت رامب. اوكي حلو اوي الرامب ده، كمان من عليه واحدة بقى. اتنا عملنا عليه واحدة ولا عملنا عليه ست؟ يا دي الثواب، قفشنا تاني، اسلحة ضاعت والفلوس كمان. يبقى يا نهار اسود، متقلش علينا يا اسطى، احنا بيتقل مننا، احنا بيتقل مننا. اوكي هات الامبالانس ده هيت، تعالى لي يا عمبالوس، والله امبالانس مش عارف مين الشباب بتاع الاماراتيين بيقول عليه عمبالوس، حد يقول عليه عمبالوس، عم بالوس اضح ده انت طرت عشان مش محترمه، بس انت يا عم الحاج مش عايزين ندغدغ العربيه على وشك، بس فحط بالاسعاف عادي. شباب اللي عايز يعرف ازاي بنفحط في اللعبة ديت والزر اللي بيخلي العربية تعمل كده يكتب لي في التعليقات بقى، عشان انا بصوا مش هكشف كده عن السر دوت وما حدش بيتفرج على الفيديوهات، لا بس بقى حد بيقولي عشان اقول بس. بس هو سهل قوي يعني، بصوا لا بص عملتها بالعادي مش هجرى حاجة، حتى لو اتكيت فرامل بص هتبطل، بس هبطل في حتة الحقيقي بوم بلا عباش بلا. انت مش عايز عربيات قديمة، انا مش عايز عربيات قديمة، عايز مرسيدس اس كلاس كده جا تفرح يعني. نزل قال يعني نوديها سواقة عربيات، بس يا لا مش هنوديها سواقة عربيات، احنا بس عايزين عربية حلوة نركنها كده على جنب واحنا بنعمل إجرام عشان لما الحكومة تيجي فلسة على طول، مش عايزين ندغدغها برضه. أيوة حلوة، في شوية ناس قاعدة هي بس ما موتهاش، دي ماتت الله، احنا عليها على الرصيف كده. تعالوا انت شايل الست معديك كده بس وحاجات تقيلة، ازاي بتجري كده؟ معلش انت بالخرا، انت سكرانة، انت الدنجلي على الصبح ناقصة هي، وانت الخرا يا ست اللي شايلك يا سنت عجوزة عجوزة. طبعا شباب معلش يعني مش عاوزة حاجة عن الناس الكبيرة في السن، بس هي كده بس الست ديت كده شكلها مش محترم، فاهمة قلتها بس كده. وانت كمان مش متربية، انت بقى اللي عليكي قاعدة تضربيني في تضربيني بقى وعاملة لي فيها انظر تخر، لا موتك في الاخر. عارفين الحكومة بتيجي منين؟ لو قتلت واحدة ست ولو قتلت رجل اسعاف كده. حلو يا نهار اسود يا ابن الايه ده، معاه مسدس، مسدس ابن لذينة. قلت طيب ماشي يعني، ايمي واضح جدا يعني انه وين بطيخة. احكومة احكومة في كيش راجل، حكومة امريكا ولا لوس سانتوس ديت مش رجالة خالص. تعالى بنت، مش انت اسهل بنت كده شكلك معفن، انا عايز اموتك. ليكي نسخة، نسختي كشجع لون جبانية جبنة تخرى، انتي عشطت، انتي عشطت ايه اللي انتي عاملاه في روحي؟ والله العظيم لموتك. يلا ايه الجزمة الحمرا المعفنة دي واحنا في صور ماريو؟ احنا موتوا على المعفنة، مبتموتش مبتموتش كمان. راحت فين؟
فعلا موتك، هموتك، هموتها. حلوة أوي دي، مش هاد الشرطة حتى مهما ضربت فيها مش هحصل لها حاجة. في حد ركب معايا صح؟ حلوة والله يا شباب الجرافيكس اللي من سوق الجمعة دي. اللعبة ديت راح سوق الجمعة قالت له انا عايز جرافيكس وريزولوشن، احد جاي يرزع لها الريزولوشن والجرافيكس ده. يا حكومة انت مالكيش راي عليا ولا ايه؟ ده كمان بخبطك وما بتعمليش حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت كمان جايبين لي صورتي مفعوص هنا، مفعوص عيال. يلا حلوة، ونزل السلاحة حركات موت. فجر لكم عربيتكم دي والله. بيت شرطة هبلة اصلا، انا مش عايز اولع فيكم. عم انا بعمل ايه بغير المنظور ليه؟ انا حبيت ابوكوا بهكرة عرفت تنزل على راجل لرا، بس الراجل بدراعه بقى. بص مش عايز اسلحة، برجولة، برجولة، بقول برجولة حكومة، بقول برجولة لكم بقى. انت شكلكم هتوجعوا دماغي. اروح عايز اغير عربية، بس اجيب لي عربية مصفحة زيها. بيو حباب الدخ بتشرب، مش بتدخل، هي بتشرب سجاير، بتدخل هي بتقع بخاه. ده في الزرار كان هنا بيعمل التفحيط، اوكي كلكم عارفينها اصلا يا جدعان. ده انت حكومة عايزة حكومة والله. في ايه يا جدعان؟ حكومة مش عارفة تجيبني خالص كده. بعربية بطيئة بس مصفحة بس. يا شرطي بقى، شرطي ده انت ازعجتني ازعاج. الله توهت. كيف في واحدة هنا، حربية هنا جامدة، حربية انزل بسرعة، عايز اطير على العربية التانية. انزل يلا اركب بس كده. حلوة اوي، اجري بس كده. نفس العربية بس جديدة لك دي، ده نوفي. عايزين بقى نحافظ عليها كده. حافظ عليها يا اسطى، اسمها شرطي. اوكي دي اللعبة بقى كده شكلها واقعية في حكاية المطر. الحكومة دي ما بتمشيش زي جي تي اي صح؟ هنحس ناسكوا شباب كده اللي فاهمين في جي تي اي في سيتي، اقعدوا بقى اكتبوا لي ايه نصايح حكيت اعملها عنها. لو عجبتكم يا شباب اللعبة هعمل لكم عنها جزء تاني. طبعا انا مستمتع جدا يعني. احنا شباب الفيديو هيطول معانا. اوكي احنا هننزل بقى معاكم، احنا مش هننزل، احنا هنواجههم ونلطش فيهم كده وتتخبط سكتك عنك اكتب البلا. اوكي طيب ماشي، يلا بينا. يلا شباب الفيديو كده هيطول جدا، فا متنسوش اللايك والاشتراك وتنسوش الفيديو تضحكوا عشان تستمتعوا، واشوفكوا الحلقة الجاية، مع السلامة.